نعود مشاهدينا الكرام هاتفيا الدكتور أحمد الخطيب مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين. تسمعون الآن بصورة جيدة دكتور أحمد؟ معك واضح إن شاء الله. معك واضح. أهلا وسهلا، تفضل حدثنا لو سمحت عن تفاصيل حملاتكم الأخيرة في مخيم الوند. أخي، هذه الحملة في مخيم الوند واحد قضاء خان أقيل تأتي من ضمن حملات وصلت تقريبا إلى 8 حملات خلال شهر ذي الحجة. هناك حملات نوعة من ضمنها حملات غذائية ومنح مالية للنازحين والعائلات المتعففة والأرامل والأيتام. هذه الحملات كانت موزعة بين مدينة الموصل بجانبيها الأيمن والأيسر، وكذلك في محافظة الأنبار في المخيمات الخالدية وعمرية الفلوجة والحبانية السياحية. تأتي هذه الحملات لهيئة علماء المسلمين ودورها البارز في المجال الإغاثي، وذلك أقسام الهيئة القسم الاجتماعي وفروع الهيئة أيضا تقدم الحملات الإغاثية. هذه الحملة قدمت المنح المالية للعائلات المتعففة والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة في مخيم الوند واحد. شملت توزيع حوالي تقريبا 440 عائلة. دورها تقدمت هذه العوائل بالشكر والتقدير لهيئة علماء المسلمين على هذه المبادرة الطيبة. هل كيف هي أحوال النازحين دكتور أحمد في مخيم الوند وأهم حاجاتهم الضرورية؟ يعني سؤال أنا ما سمعت. أحوال النازحين. نعم تفضل. أن الهيئة ومنذ مرحلة النزوح يعني جراء العمليات العسكرية تقدم هذه الحملات الإغاثية بصورة مستمرة ودون انقطاع، وهذا ما يميزها عن المنظمات والمؤسسات الإغاثية الأخرى، لأن كثير من المخيمات تشكو حقيقة من قلة الدعم الإغاثي من قبل المنظمات، غياب الجهد الحكومي الواضح. فالهيئة إن شاء الله مستمرة في تقديم الحملات الإغاثية، وعندنا أيضا حملة إغاثية يأهلنا في البصرة بإيصال الماء الصافي حنان الماء إن شاء الله في الأيام المقبلة. نعم شكرا جزيلا لك من أربيل هاتفيا دكتور أحمد خطيب مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين.